هلا مادة اللوتين هذه مادة مهمة للعيون، رائعة للعيون لصحة وتقوية العيون، لكن بدها محفز آخر لكي تعمل. محفز آخر لكي تعمل شو؟ وأحط عيني في هذا الفنجان، أعمل هيك إسقاط وأغمض وأفتح، تمام؟ وهذا اسمه غسول للعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين مع هذا اللقاء الجديد وسؤال جديد من قبل السادة المتابعين. يقول السائل: أريد أن أسأل ما هو علاج ضعف النظر طبيعيا؟ ما هي المواد الطبيعية التي تحسن من صحة العيون؟ هل هناك مشروبات تساعد على حماية العين وتقوية النظر، أو فاكهة معينة؟ ما هي نصائحك للمحافظة على قوة البصر بشكل عام؟ بارك الله فيك. موضوع النظر وحدة النظر والحفاظ على صحة العيون متطلب، مشاكل العيون مختلفة، تمام؟ هناك الأشياء البسيطة في البداية من شوية التهابات، احمرار العين، تدميع، اختلاف المواسم، دخول شيء على في العين سواء غبرة أو شيء معين أو ظفر أو ما شابه ذلك. هذه أمور لها يعني وصفاتها وسنذكرها الآن إن شاء الله، تمام؟ كما وضح السائل تحسن من صحة العيون، تمام؟ وبدي أبدأ بالتالي. البيض إحنا بنعمله في عدة أشكال وأنواع، ذكرنا هذا الكلام كثيرا وأفردنا للبيض حلقات خاصة، يعني أتمنى أن ترجعوا لها، لأن تكلمنا على خواص كثيرة للبيض وطرق طهي للبيض. ولكن في طريقة اللي هي نصف استواء أو ما يسمى بروشت، بتكون طرية، الصفار البيض بيكون يعني طري لسه، ما مش مستوي، مش اللون أو الماسك يعني. هذه الفترة لما يكون نصف استواء بيكون أحد المواد الفعالة الموجودة في هذا الصنف في البيض هي مادة اللوتين، مادة اللوتين، تمام؟ هلأ مادة اللوتين هذه مادة مهمة للعيون، رائعة للعيون لصحة وتقوية العيون، لكن بدها محفز آخر لكي تعمل. محفز آخر لكي تعمل شو؟ الليكوبين. إيش الليكوبين؟ هذا اللون الأحمر اللي بنشوفه في الطماطم في البندورة، تمام؟ طيب كيف أطلعه؟ بده شوي، فصار في عنا أمرين مرتبطين: طماطم مشوية أو مقلية، تمام، زيت الزيتون طبعا، زائد البيض المسلوق نصف استواء. فلو تناولنا هدول الصنفين مع بعض، تمام، هذا واحد من عوامل تقوية صحة العيون. طيب واحد بسمعه الآن بقول لي: مش هي الشكشوكة؟ الشكشوكة موضوع تاني، لكن جميل انك حكيتها. ونقول والله اعمل قلب البندورة وقليل من البصل، وضيف من البيض في الاخر وخليه نصف استواء. واللغز هنا ما بدي البيض يكون يابس، تمام، عشان اخذ مادة اللوتين وفي الطماطم مادة الليكوبين، بتفاعلوا مع بعض تمشي الأمور. هكذا شايفين كيف نأكل بوعي عشان نستفيد؟ لأنه بدي أحكي طماطم وبدي أحكي بيض وأسكت، هذه ليست استفادة. طيب الشق الثاني من سؤال السائل: مشروبات على حماية العين. هلأ بدي أخذ كلمة حماية العين، زي ما ذكرت قبل قليل، ممكن تقلبات الجو، ممكن حرارة، ممكن غبرة، ممكن أي شيء يعكر صفو العين،
يصير احمرار، يصير غباشة، هذه الأمور كيف بدي أحله؟ في عنا أمرين. الأمر الأول غسول العين. غسول العين إني أحضر فنجان قهوة، تمام، وأعمل إيش؟ أحط فيه البابونج اللي هو منقوع مغلي البابونج أو منقوع البابونج، وأحط عيني في هذا الفنجان، أعمل هيك إسقاط وأغمض وأفتح، تمام؟ وهذا اسمه غسول للعين بإيش؟ بمنقوع البابونج. فهذا رائع جدا. ليش؟ لأن منقوع البابونج هو مضاد التهاب ومقوي للمناعة ورائع ومطهر، وكل هذا بيخدم في اتجاه حماية مين؟ حماية العين. إذن غسول العين بإيش؟ بمنقوع البابونج. كل ما شفنا في غبرة، في جو عكر، جو ملوث إلى آخره، نتذكر هاي الوصفة. الماء مهم جدا، شرب الماء. احنا بسرعة على وصفات ومشروبات، ما في أحسن من شرب الماء لصحة العيون. وبعدين ننطلق من الماء إلى الليمون، وبعد الليمون لدينا الرمان ولدينا البنجر. كل هذه الأمور جيدة في صحة العيون. كمشروبات ساخنة لدينا البابونج، نذكر مرة أخرى، إذن غسول وشربا. كليل الجبل رائع جدا، والشاي الأخضر شربا وليس كمادات الشاي. هذه شائعة، يعني قصة كمادات الشاي، لا، احنا بدنا كمادات من البابونج وليس كمادات الشاي. حتى لا، النصائح للمحافظ على قوة البصر. النقطة الأخيرة في سؤال السائل، قوة البصر وحدة البصر، لا يوجد أفضل من الأوميجا 3، رهيبة فظيعة، تمام. الأطفال في لديهم شراب الأوميجا 3، والكبار طبعا كبسولات الأوميجا 3، 10 على 10. شوف، نتغنى بالأوميجا 3 للكوليسترول والدهون الثلاثية. لو بدي أقارنها بحدة البصر، يعني هذه 10 على 10 وهذيك 5 من 10. شوفوا قديش الفرق. فهاد الأوميجا 3 ممتازة جدا. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.